ايه هتفضلي ساكتة كتير؟ مش قادرة اتكلم. طب هو قالك حاجة ضايقتك؟ لا امال طيب ما تقوليلي. هتفهميني؟ طبعا انا اكتر واحدة ممكن افهمك وانتي عارفة ده كويس. حسيت انه وحشني قوي، حسيت زي ما يكون بقالي سنين ما شفتوش، حسيت زي ما يكون ايام المدرسه، ايام ما كنت بقابله من ورا بابا عايزه اجري واطلع واقابله. حاسه زي ما اكون مريضه، او انا اكيد مريضه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما تقوليش كده. ازاي اسمح لنفسي اني افكر في حاجه زي كده وبابا ما بقالوش ايام واحنا دفنينه؟ اكيد انا مش طبيعيه. اللي انت بتقوليه ده يا كاميليا، انت طبيعيه وقوي كمان، بس انت صراحه ظلمتي نفسك لما اتجوزتي واحد مفيش بينك وبينه اي حاجه لمجرد بس ان انت قستي من احمد. كنت عايزه يتحرك لغايه اخر لحظه، كنت متخيله انه هيجي ويخطفني ويقول انا اسف مش هسمح لاي حد يتجوزها غيري. احمد عمره ما حبك، متزعليش مني، بس انت بتوهمي نفسك على الفاضي. ده الدكتور مجدي. الو. طبعا خدت الدواء الحمد لله ومفيش اي حاجه من امبارح. طبعا طبعا. باي باي. بيطمن ان انا خدت الدواء. والله مش ما انت اللي غلطان، ما قلتش ليه من الاول ان انت تابع المعلم جلال؟ تشكر يا عمر، الراجل زعلان مننا وباعت يعاتبنا، بصراحة احنا ما نقدرش على زعل. معلش ملحوقة. لا والله لا 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 يا لا عم امسك ما تتكسفش لا 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 يا راجل، ده حقك، ده المعلم خيره علينا. يا ريتك رعيت حق المعلم. انت بتقول ايه؟ ده كبرنا ياما اشتغلنا معاه. بقول لكم ايه؟ حتة جوه اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. وانت حقك عليا. رقبتك ارزعني 100 قلب مش هقول لك لا. بجد؟ لا تمام. المسامح كريم. استنى عشان بالله. لا 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 انا مش عايزك تبص على الرجاله، خليهم يتفرجوا على اللي هيحصل فيه. دايما اخويا. شوف بقى يا عدوله، انا عارفك بتحب لحمه الراس، اهي الراس كلها قدامك اهي. شوف بقى انت عايز تاكل انهي حته الاول، القرموشه دي ولا القرموشه دي؟ لا يا محمد، انا لحم بطني من الصبح، بس عندي مشكله واحده بس. ايه؟ ببطل اكل حمير. يا اخي خلي نفسك حلوه المره دي، ايه المشكله؟ صدقني خلي عليك. لا 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 ما بيتهيأليش هقدر اجي، عندي شغل كتير. بقول لك انا جاي. هاجي في دلوقتي. سلام. تعرفي تلعبي ورق؟ عمرك ما لعبتي كوتشينه ولا ايه؟ لا لعبتها كتير انا صغير. طب يعني بتعرفي؟ اعملي حسابك بكره في سهره مهمه جدا وهنتاخر شويه، اوعي تقولي لا. اتفضل. عن اذنك. مروة، أي فستان يعجبك هنا خديه. عايزك بكرة تجنني الناس، عايز اللي يشوفك يقول إنه ما شافش جمال قبل كده. حاضر، أنا إذن حضرتك. ايه مالك؟ على انا من ايه؟ دي الشركه كلها بتقول ان انت بقيتي نمره واحد، وكل ده في اسبوع واحد بس. طب هو ده ما يقلقش؟ عايزه رايي؟ قولي يا ست حنان. ما تقلقيش. هتقلقي من ايه؟ اذا كان هو بيلف ويدور انت كمان خليكي وراه لحتى ما تعرفي نيته ايه.
شوفني يا تهاني. عارفة يا بنت أحلى حاجة فيكي إيه؟ إيه؟ إنك حقانية. أنا فكرت في الموضوع اللي أنت كلمتيني فيه. موضوع إيه اللي كلمتك فيه؟ نسيت ولا إيه؟ إن إحنا نشتغل لحسابنا. عم العالم، أهو ده الكلام. شايل قد إيه بقى؟ معايا 60 5. وأنا معايا زيه. الله الله، جرى إيه يا جدعان؟ هو أنا برلة دي ولا إيه؟ يخرب بيتنا. اصبر كده، الحلويات دي ورا إيدك. ورا الفلوس دي. يا اخي تعال وريني الشنطه. بس لا بالراحه بالراحه. علي بقى معايا كده. سيبها يا اخي انت كمان. اوعى ابعد عنها. اجري اجري. اوعى اوعى. الله يرحمك يا بابا. السلام عليكم. سلام. امال فين الباقي؟ مش عارفه، انا لسه جايه حالا. لا والله، يعني محدش هنا. طب ايه رايك بقى الست كاميله دي لما تيجي انا هفتح لها محضر زي ما بتعمل معانا. حرام عليكي يا شيخ، دي بتعمل كده عشان خايفه علينا. لا بتعمل كده عشان معقده. بتضحكي ليه؟ حصل حاجه جديده ولا ايه؟ انا اشتغل. لا بتهزري. فين؟ عند عمو علاء. مين عمو علاء؟ بابا لمار، الراجل الموز ده. موز؟ طبعا موز، راجل غني ومريش وعنده فلوس كتير قوي. انا اشتغلت معاه دور النشر وقال لي انا ممكن انشر لك ديوان. لا عمو علاء معجب. معجب ايه بس؟ ده قد بابا. الله يرحمه. الله يرحمه يا حبيبتي. بقولك ايه، قد بابا قد ماما مش مهم، المهم ان انت اشتغلتي وخلاص. روحي روحي. مش طبعا. سيبك مش وشي. نام على فكرة، نام. وزي ما قلت لك يا رب، رمانة في البحر زي النمل ولا همه أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي معاك يا ضناي؟ اللي معايا إيه بقى؟ اللي معايا اللي تحت في المية، واللي غيري، واللي محدش يعرف عنه حاجة. أهو ناوي على إيه يا متولي؟ أرجع للي أنا كنت فيه. يا لهوي، هترجع تاني يا ابني للحرام. ياما وإيه اللي مش حرام؟ ده إحنا عشتنا كلها حرام ياما. وبعدين هو حلال ياما إن الواحد يرمي نفسه للموت عشان يدور على لقمة عيش نظيفة؟ هو حلال ياما ان الواحد يدور على تمن الزاد؟ الزاد اللي احنا بناكله يبقى تمنه دم؟ وهو حلال يا ابني انك تبيع الموت؟ ما انا اشتريته قبل كده ياما، اشتريته قبل كده وهو اللي باعني، ايه المانع بقى؟ وبعدين ياما انا عايز اقول لك على حاجة. شايفة الدنيا اللي احنا شايفينها انا وانت دي؟ ولا أي حاجة. الدنيا دي كلها ماما عزة، عزة وفلوس، يعني مال، المال كرامة. والله يا ابني ما عارفه اقول لك ايه، كلامك صح، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. الفلوس مهم. ايوه طبعا الفلوس مهم، واللي يقول غير كده يبقى يا اما راجل مجنون يا اما راجل غني قوي. طب انا هقول لك على حاجه، لو انت شفت واحد راجل بيه كده ماشي في الشارع ومتهندل كده ولابس بدله ورمى نكته بايخه، الناس هتعمل ايه؟ هتفضل تسقف وتطبل ويا باشا ايه الجمال ده؟ كل ده عشان خاطر القرشين. شفت بقى الفلوس بتعمل ايه؟ والله يا ابني ما عارفه اقول لك ايه، ما عارفه اقول لك كلامك صح ولا غلط، بس خد بالك يا متولي. اوعى تدفي في البير اللي بتشرب منه يا ضنايا، لانك مسيرك راجع له راجع له. سيبها على الله ونعم بالله. طول ما انا ابن خليله كل حاجه تبقى زي الفل. يا رب يا ابني. ربنا ما يحرمني منك يا ضنايا. حبيبتي يلا. ادي دي مش بالقشطه. يلا كويس. قلت بقى جاي ليه؟ هو الحقيقة الطلب اللي أنا هطلبه ده يمكن يبقى غريب شوية وممكن يبقى الوقت مش مناسب، بس بصراحة أنا أول الفكرة ما جت في دماغي ما بقتش عارف أنام، بقيت خايف لحسن حد يسبقني ويعملها. إيه هي بقى الفكرة؟ كملي. إيه؟ أيوة حضرتك عارفة يعني إن عبد العزيز أخويا وصاحبي الله يرحمه يعني، وكاميليا زي ما انت شايفه وعارفه يعني ارمله وحدانيه، واخواتها مسيرهم كل واحده فيهم تتجوز وتروح بيتها، وفوق كل ده انا موظف ومرتبي كويس
وعندي شقتي، شقتي جاهزة من مجاميع. فيعني بقول يعني إن أنا وكاميليا يعني يعني إيه؟ نتجوز. أنا أول ما الفكرة جت في دماغي رحت جاي لك أنت على طول تدخل البيت من بابه يعني، واللي حضرتك هتقوليه يمشي. طبعا أنا عمته وكلمتي سيف على رقبتهم كلهم. بس سيبني أفكر، أصل أنت فاجئتني. وأنا تحت أمرك، أنا تحت أمرك في أي حاجة، ولازم تبقي متأكدة إن أنا مش هبخل على كاميليا ولا على حضرتك طبعا، باللي أقدر عليه. يومين تلاتة وأرد عليك. حلوة البسبوسة؟ بس من غير قشطة، أنا بحبها بالقشطة. إن شاء الله لما أتجوز هجيبها لك بالقشطة والمكسرة. لا لا، قبل ما تتجوز. حاجة كده عمرك ما كنت تتخيليها يا بنتي يا سمر. واضح يا حبيبتي. على كلامك ده مدحت واخد باله منك شوية، صح؟ لا مش واخد باله مني شوية، واخد باله مني قوي. معجب يعني؟ بصي يعني هو أكيد معجب، بس أنا مش فاهماه، مش متأكدة منه قوي، لأن هو كل يوم والتاني مع واحدة أحلى من اللي قبلها. الحب أعمى يا أختي. أعمى إيه يا هبلة؟ وانا يعني ما استاهلش كده، انا زي القمر. عيب يا حبيبتي اللي بيقول غير كده. دول شرفوا. يا اهلا. انتوا جيتوا؟ كنتوا فين يا استاذه كاميليا؟ هنبدا غلسها لبعض؟ لا انا مش بغلس، انا بفتح المحضر اللي بتفتحوا لنا كل يوم والتاني. كنتوا فين؟ تعشيتوا؟ لا لسه. هو ده اللي انتوا فرحين فيه وبس. هنا رجعت؟ لا لسه. ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي؟ ما اتصلتش بحد فيكو؟ مالك؟ وصلت في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مرة ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خش. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ها؟ يا منى اتكلمي. ايه اللي حصل يا منى؟ حار اسود، ايه اللي بهدلك كده؟ من الواضح كده ان بابا وماما شكلهم قافشين على بعض. بابا مش قافش على حد، ماما هي اللي على طول متضايقه ومن غير سبب. وبعدين هو في حد يبقى متجوز واحد زي بابا كده فرفوش وبيحب الحياه ويبقى متضايق؟ يا سلام. انا كنت فاكر يعني انك هتبقى متعاطفه مع ماما اكتر. انا بقول الحق على فكره. لا بالحق صحيح. صاحبتك الكئيبه دي جات لنا الدار الصبح وبابا شغاله معانا كمان. بجد؟ على فكره بقى البنت طلعت حلوه. شكلك كده البت عجبتك. ولا عجبتني ولا حاجة، كل الموضوع بس ان انا بقول الحق زيك. ماشي حقاني. بابا. يا حبيبي. صحيح سمر اشتغلت مع حضرتك في الدار؟ مش انت يا حبيبتي اللي كنت عايزة كده؟ بس انا زعلانة منك. ليه بس؟ علشان هي سمر احسن مني في ايه؟ ما تشغلني انا كمان معاك. يا حبيبتي المكان كله بتاعك، تعالي بكره الصبح شاور على المكان اللي انت عايزاه والوظيفه اللي تحبيها، ايه رايك بقى؟ حبيبي بحبك. تعال. في ايه؟ ايه يا بنتي؟ كانت عنده بتعمل ايه؟ وكانت عايزه منه ايه؟ ايه ده؟ ايه بتبرق لي كده ليه؟ معرفش. وبعدين انا قابلته ومشيت على طول، معرفش انت بتتكلمي في ايه؟ قولي يا متولي، هو انت ناوي انت والبيع على ايه؟ انا مش فاهم قصدك يا فريال، بتلف وتدور على ايه من بدري؟ لا انت فاهم قوي، انا اقصد ايه، انا مش ملطوخه على قفايا. وبعدين رجوعك المفاجئ ده وحبك الزايد والموده اللي ظهرت دي مش عادي طبعا. مش عادي طبعا، صح. خلاص يا حبيبتي، لما يخرج ماما بالسلامه تبقي اساليه في اللي انت عايزاه. ولما يخرج ليه؟ ما انت قدامي اهو، رسيني على الدور يمكن يعجبني الحال. بص يا متولي، انا احمد ده انا حاطاه في دماغي، عارف الخفافيش اللي بتطير في الجو ديت؟ عارفها يا حبيبتي. وبتلزق وما بتطلعش غير بالطبل البلدي. انا بقى كده بحب احمد، ومهما يحصل منه مش هسيبه، عشقاه بقى وبحبه. يا بخته. ايوه يا بخته. يلا بقى رسيني على الدور وهات اللي في بطنك ومش هتخسر كتير. أمان.
خدي اشربي العصير ده. اهدي بقى، كويس انك بخير. اسمعوا بقى، من النهارده مفيش حاجه اسمها شغل، مفيش حاجه اسمها نزول من البيت اصلا، مفيش حاجه اسمها شارع. انا ما عنديش استعداد ان انا اخسر اي واحده فيكم، وهنعيش من معاش بابا. ها اهدي يا كاميليا، اهدي بقى. ما انا هادي يا ستي، انت شايفاني بقطع بشعري؟ الله، مش فاهمه المحاضره انت بتعمليها دي. يعني ايه ما حدش هينزل من البيت، ويعني ما حدش هيشتغل؟ هتحبسينا يعني في البيت؟ عادي يعني الموقف اللي حصل لها ممكن يحصل اي حد في اي وقت. عادي عادي، ان اختك كانت هتتخطف. والله ما حدش قال لاختك تمشي في حتت مقطوعه. مروه خلاص بقى تعالي، انا عايزاكي. يلا يلا. طب تصدقي بقى ان انت بالذات مش خارجه وشايفه الشارع؟ طب ايه رايك بالذات انا يا كاميليا هنزل وهشتغل وهشوف الشارع، وبطلي تطلعي عقدك وكلكعك دي علينا. يا جماعه هنا نتخانق ولا نشوف منى؟ تعالي يلا. يا حبيبي يا بابا، ما تهدي شويه بقى، خلي عندك دم. انا لا خلي عندي دم؟ هي مش شايفه بتعمل ايه؟ وبعدين ان شاء الله دي هنقعد في البيت مش هننزل. هنا وهي تحبسنا ولا ايه؟ انا محدش واصي عليا يا ماما. يا حبيبتي ما هي بتقول كده عشان خايفه علينا. لا لازم تبطل حركه الخوف دي، ما بقتش هتقع خلاص. وبعدين الواحد مراته اتفقعت. انا عايزه افهم، انت مش عايزه تبطلي؟ لا يا كاميليا انا مش هبطل. اقول لك حاجه، شيليني من نافوخك خالص، اعتبريني مش موجوده يا ستي. طب ايه رايك بقى ان انا اعتبري نفسك حطاكي في دماغي وانت بالذات؟ صدقوا ان الراجل ما ماتش من شويه، ده اللي يعاشرك يموت مره واثنين وثلاثه. وصلوني مرحله زفت بجد. لا لا يا كاميليا يا حبيبتي، هي ما بتقصدش. لا تقصد، انا عارفه ومتاكده انها تقصد. بس على فكره بقى، مش انا اللي موتته، هو اللي عمره كده. وانت يا زفته اللي جوه هتفضلي فاشله وتافهه طول عمرك، وهتفضلي مش فاهمه اي حاجه. انا على فكره ما نكدتش عليه حياته ولا بوظتها، ولا انا اللي قبضت روحه وموتته، هو اللي عمره كده. انا مش عايزه اي حد يحس فيكم باللي انا فيه، بس ابوس ايديكم محدش يظلمني. وبعدين انا عايزه اقول لكم، ليكوا حق عليا يا ستي، ابقى جزمه لو سالت اي واحده فيكم رايحه فين ولا بتعمل ايه، تروحوا في 60 داهيه. مروه دي غبيه. هو انت مش قادره تمسكي نفسك؟ هي لسه فزتني، بس ما حدش بيقول كده. معرفش بقى، كنت عايزاها تسكت وخلاص. ما مش معقول يعني يا سمر كل ما تحصل اي مشكله تفضل تزعق وتشخط وتنطر فينا. انا ماشي مستحمله. مهما كان ومهما حصل ما كانش ينفع تقوليها كده. معرفش، انا عايزه افهم يعني. وانت يعني عندك استعداد تسيبي الشغلانه اللي هي لسه جايه لك عشان خاطر اللي حصل لمنى؟ ومين قال لك ان كلام كاميليا هيتنفذ؟ دي هي بتقول كده يا حرام عشان قلقانه علينا وخايفه بعد اللي حصل مش اكتر. معرفش، انا قلت اللي جه في بالي وخلاص. خدي بالك احنا ملناش غير بعض. واوعي عقلك يقول لك ان كاميليا بتكرهك او عايزه تتحكم فيكي وخلاص. مفكرش. انا بقيت قلقانه منها قوي بعد اللي حصل لها، وقعدتها في البيت خلاها بني ادمه مش طبيعيه. بجد تعبت يا سمر، مش قادره استحمل بقى. تعالي. خلاص بقى. يعني أنا بالنسبة لإخواتي بوما قطة سودة فالشو، كل ده ليه؟ عشان اتجوزت وجوزي مات بعد سنة؟ هو ده الكلام اللي الناس بتقوله؟ يا ترى الناس بتقول إيه تاني؟ محدش حاسس باللي جوايا، محدش عارف أنا بحس بيه. ايه يا كاميليا؟ هو الكلام الخايب اللي البت قالته ده بيأثر فيكي كده؟ هتكبري دماغك. هفضل اكبر دماغي لحد امتى؟ لحد لما اتجنن؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. المفروض اقول لك على اللي حاسه بيه جوايا ولا ما يصحش؟ المفروض اقول لك انا حاسه بايه ولا عيب؟
قولي لي انا اختك هسمعك واحس بيكي. هتصدقيني لو قلت لك ان انا كنت اتمنى ان انا اللي عندي الصرع او اي مرض اوحش من كده وما بقاش ارمله. الناس بتخاف مني، يعتبروني فعل وحش زي عزرائيل اللي بيقبض الارواح. بس مش انا اللي موتته، لكن انا كل يوم بتمنى ان انا اللي كنت اموت. كرهت حياتي وعيشتي، كرهت انزل الشارع، مش عايزه اشوف الناس، مش عايزه اشوف عينيهم. انتوا عارفين انا ليه ما بطالبش ولا بزن بورس جوزي؟ عشان اهل جوزي شايفين ان انا اللي موتته، يبقى ازاي اكون موتت ابنهم واطالب بورس فيه؟ عارفين لما بروح ازورهم يبقوا خايفين مني، يبقوا عايزين يمشي. انا اسفه يا كمالي، والله ما كان قصدي ازعلك. ولا يهمك، مفيش مشكله. كمال انت رايحه فين؟ رايحه اطمن على منى. مش عارفه انا. اهو 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 جدع ده متولي. الواد ده طلع رجوله، ما تسلع بقى لحسن ربنا خربان قوي. الف حمد لله على سلامتك يا احمد. الحمد لله ربنا نصرك. الله يسلمك يا فريال. تعالى متوا يا صاحبي. بقول لك ايه؟ اسمع يا ايه يا حبيبي؟ عايز اخد الناس دي وتركب موتوكس. ماشي عشان عايزك في موضوع مهم قوي. ها مصلحه؟ ما انت اللي خلاك تجيبهم اصلا. هم اللي شبطوا فيا، عايزين نشوف احمد. خلاص ما تيجي يا ماما اقول لك على حاجه. ولا تعالى هنا يا تعالى اقف جنب امك وقول لي ايه؟ ما وحشتكش؟ مش عايز تشوفني؟ مش تيجي تقولي سامحيني على المصيبة اللي أنا عملتها فيكي؟ هو إيه ده؟ مفيش دم؟ يما ما أنا جيت سلمت عليك وبصت راسك، أدي راسك تاني أبوسها لك. لا يا أخويا الحاجات دي ما تاخدنيش في دوك، أنا لازم أعرف بتعمل إيه وإيه اللي بيحصل. وبعدين أنا عرفت إن البنت كاميليا جات لك هنا. قول لي جات لك إيه؟ قول بسرعة. كاميليا مين يما اللي جاية تكلميني فيها وإحنا في الشارع وقدام القسم؟ عليا النعمة أخش تاني. خش بس ما تشوفش كاميليا. تعالي 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 بقى نروح نعمل الاكله كده لاحمد زي الفل ونستناه في البيت. ما تاكلش يا احمد. مش هاكل. اكل ايه يا بنت وانا حيلتي؟ ما هو سيدني اللي المفروض يشيلني وماشي ورا الصيا. ايه يا ماما؟ ما تخافيش انا هعمل لك كل حاجه واللي انت عايزاه. فته يا ستي وهتقطعيه من عند الجزار كمان. بالموزه. بقول لك ايه؟ انا نفسي تفخفخيني. ما تيجي يما نلحق الجزار عشان هيقفل. يلا تعالي حبيبتي تعالي. هما مين الناس دول؟ احمد والله عندك حق. ايه بقى؟ ايفون. تعالى عايز صباح الخير يا فندم. عبد الله خير. هي مش ايفون هانم؟ هل هي اللي هتكلمك؟ انا جاي اقابل سمير بيه. سمير بيه صاحب الشركه؟ أيوة. انت عارف لو ايتن هانم عرفت ان انت جيت قابلت سمير بيه وكلمته في نفس الموضوع اللي انت كلمتها فيه هتعمل ايه؟ هتتضايق جدا. وبعدين هي مش وعدتك انها هتشغلك؟ يبقى هتشغل. لا يا فندم، اصل انا جاي اقابل سمير بيه في موضوع تاني خالص. ليه؟ تعرف سمير بيه من قبل كده؟ ايوه معرفه قديمه قوي. على كده بقى تعرف زينب هانم مراته؟ ياه ده عشره عمر. طب اقعد شويه وهدخلك. حاضر. شكرا.
بنتي كنت استنيتي انت في البيت وانا هطمنها. لازم اطمن عليك نفسي لو سمحتي. خليه اللي عمل حادثه امبارح فين؟ اوضه 202 اهي. خليل 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 انت عامل ايه؟ طيب انا هروح للدكتور واسال عليه. لو سمحت كنت عايزه اعرف مين الدكتور مسؤول عن حاله 202؟ نجلاء بتعملي ايه هنا؟ دكتور مجدي ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. انا في حد بس هنا في المستشفى تبعي. في غرفه كام؟ 202 ودكتور محمد هو اللي متابع الحاله. دكتور محمد؟ انت تعالى تعالى. انا بشتغل هنا في المستشفى على فكره. انا بس كنت جايه اطمن يعني على الحاله. طيب دكتور محمد اهو. يا محمد. كان في حاله تهمني عايز اطمن عليها. مين؟ خليل 202. الواد اللي جابوه هنا امبارح. انت قربي له؟ لا معرفه. انا عايز اطمن على الحاله دي تخصني يا محمد. هو والله حالته صعبه جدا واعتقد انها هتحتاج عمليه. والدته كانت هنا من شويه وانا بلغتها عشان العمليه تكلفتها مش سهله خالص. طب يا محمد انا هاجي لك دلوقتي المكتب ونتكلم مع بعض. فهمت؟ اتفضل. ما تلاقيش ايه؟ تعالى نشوف الحاله بتاعتك. ايه بقى؟ فين ابداعاتك؟ ياه والله نسيت خالص. بس انا عندي موضوع كبير كده اليومين دول نساني كل حاجه. لا انا ما احبش ينسى مستقبله. انا كنت فاكر انك مش هتنامي الا لما تشوفي ديوانك مطبوع. بكره يكون عند حضرتك. طب كويس. بقول لك ايه، انا يوم الخميس الجاي هعزف بيانو في دار الفنون. يعني لو حبيتي تيجي تسمعيني انا هبقى مبسوط. هاتي معاكي اي حد بدعوه عامه. اكيد حاجه. طب يلا شوفي شغلك بقى. انا عايز الدار كلها تتكلم عليكي. عايزهم يقولوا دي ما بعين حد بعين حد صح وفي المكان الصح. بس انا لحد دلوقتي مش عارفه انا بشتغل ايه. لا ولا يهمك، استاذ سعيد هيفهمك كل حاجه. روحي له بس. ماشي عن اذنك. اتفضلي. شكرا. بس هو ده اللي انا عرفته. ايوه يا نجلاء، يعني هتتكلف كام؟ انا معرفش يا منى، ما قالش اي حاجه غير ان تكلفتها هتكون كبيره قوي ولازم تتعمل في اسرع وقت. اللي حصل له ده بسببي يعني؟ لازم ادفع الفلوس يا اختي. حطي شويه، انت على طول عايزه تتسرحي وتدفعي وخلاص. ما تستني نقابل الدكتور مجدي ونشوف الولد ماله وفيه ايه. استنى ايه يا كاميليا، انا لازم اتصرف. انا اسفه. على ايه؟ طب والله العظيم انا كنت خايفه وما كنتش عارفه اعمل ايه ولا ايه فهربت. انا لو مكاني كنت هعمل كده. المهم خليل محتاج فلوس، لازم يعمل عمليه والعمليه غاليه قوي. طب ما يعملها على نفقه الدوله. نفقه دوله انت كمان؟ قبل ما نجيب الموافقه يكون مات. دكتور مجدي اهو. دكتور مجدي طمني على خليل لو سمحت. عامل ايه؟ العمليه هتكلف كام؟ طب اهدي بس كده وانا هقول لك على كل حاجه. عايز اشتغل يا بدور. طب المطلوب مني احمد؟ انت عارف المطلوب. مش انا اللي هقول على فكره. خلاص قابلني بيهم ومالكش صالح. يا احمد انا ما اعرفش مين اللي بيقول ومين اللي بيقول لا. الموضوع ده كبير. انا هعمل كل المطلوب مني واكتر كمان. على فكره مش اي حد يقول انا عايز اشتغل بيخش الليله دي بسهوله، يعني الموضوع ده صعب يا احمد. بس متولي انا عايز ابقى فوق فوق قوي. عايز ابقى كبير. عايز الفلوس دي تبقى تحت رجلي. ماشي؟ صدق وتقام بالله. لا اله الا الله. انا كمان نفسي ابقى زيك كده واعلى منك كمان. خلاص يا صاحبي، طالما في مصلحه واحده نبقى اتفقنا. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا عم احمد؟ ما تهدى شويه يا عم احمد. في ايه يا عم متولي؟ انا حاسس الكلام اللي انتوا بتتكلموه ده كلام كبير يعني. يا عم كبير ولا صغير، في ايه مالك؟ بقول لك ايه؟ عايز تبقى معايا من دلوقتي قول، مش عايز تبقى معايا برضه قول لي. انت دلوقتي تقدر تختار اللي انت عايزه. عشان ما تجيش بعد كده تقعد تعيط. عاد الرد. ها اسمعها. معاك. ايوه كده. عايزك تجمد قلبك. اديك شفت صاحب الضعيف بيحصل فيه ايه؟ بيترمي تحت رجلين ويداس عليه ولا حد يسال فيه. شفت وعرفت. طيب طالما شفت وعرفت، شوف بقى، انا كنت ناوي اخش مرمى صغيره كده وهبتدي معاه. عسل. تمام. انا لحد دلوقتي كنت بفكر ان احنا نعمل الموضوع ده بس ما كانش معايا اللي يكفي. وطالما انت قلبك جايبك يا احمد ومعاك اللي يكفي يبقى يلا بينا. جربنا يا صاحبي، جربنا وهتلاقيه عند حسن ظنك. ماشي امان.
بس في شرط صغير قد كده. أؤمر. لو حد فينا يعني لا قدر الله كده اتقفش من الحكومه محدش يعرف التاني. في يا عم تولي انت هتبيعنا ولا ايه من اولها؟ يا عم كده الكلام صح كده مظبوط اسمع مني انا. ماشي يا صاحبي. والمعامله بالمثل، لو انت وقعت انا ماليش فيها غيري. خلصان. يبقى نقرا بقى الفاتحه على الخاين والنجل وابن الحرام. هو حتى الحاجات دي بتقرا لها فاتحه؟ انت ما بتقراش ليه؟ اقرا. هات ايدك. يا عم تعالى واحنا بنقول لك تعالى كل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. ادخل. يا حبيب قلبي انا هعمل كل اللي قلت لك عليه. ايوه يا سيدي انا خلاص عملت حسابي على كل حاجه. يا حبيبي انا بقول لك خلاص انا رتبت كل اموري. انت بس اعمل اللي انا قلت لك عليه وخلاص. واخد بالك؟ ايه؟ طب اقفل وانا هكلمك بعدين. انت